باش تزيدي لبدا الاطباق ديالك وخاصه لي بات المعجنات اولا المشاوي، غادي تاخذي زيت الروميه عمريها في قرعه وضيفي ليها وريقات ديال الموسى، عريشات من اليزير او الزعتر او الحبق، ولا ممكن ديرهم ثلاثه، دريسات ديال الثومه بالقشور ديالهم فلحيهم شويه ومزيودات ديال الحار. غادي تقفلي على القرعه مزيان وخليها ترقد واحد الاسبوع وانت كتحركيها كل مره، وهذاك الزيت بقاي طيبي بيه، ضيفي جوج معلقات منه ولا ثلاثه في كل شهيوه طيبتي.